حالة توفيقك في انتخابات الزمالك ان شاء الله طموحاتك وامنياتك مع يعني اللي حضرتك تنفذه بعد النجاح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. يمكن انا عندي العديد من الافكار والرؤيه الانتخابيه اللي هي موجوده عندي على الصفحه الرسميه بتاعتي، اللي انا شايف اللي انا اقدر من خلال تواجدي في مجلس اداره نادي الزمالك ان انا اقدر احققها مع بقيه الزملاء طبعا، وبالاضافه زي ما قلت لحضرتك النهارده للجان اللي انا بهدف ان هي تكون موجوده داخل نادي الزمالك. فده ان شاء الله يكون موجود داخل نادي الزمالك. عندنا العديد من الملفات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها بشكل كبير جدا. كل الاحترام والتقدير لكل الساده المرشحين المقدمين نفسهم. انا شايف ان اي مجموعه يتم اختيارها من الجمعيه العموميه لنادي الزمالك هيقدروا ان هم يشتغلوا بصوره جمعيه لمصلحه هذا الكيان العظيم بشكل فوري جدا. كل الناس ليها كل الاحترام والتقدير الحقيقه. تمام، عايزك تبرز لي يعني شايف ازاي الاجواء الانتخابيه في نادي الزمالك السنه دي. الحقيقه بص اقول لحضرتك حاجه، يمكن الاجواء الانتخابيه المره دي مختلفه جدا. احنا في عرس انتخابي داخل نادي الزمالك، الامور اكثر من رائعه، المرشحين كلهم يعني في سلام متبادل بشكل يعني دائم داخل نادي الزمالك. في الحقيقه كمان الاعضاء عندها وعي كبير جدا، اللي هي حابه اللي هي تسمع كل المرشحين، تبتدي اللي هي تشوف ايه برامجهم او افكارهم الانتخابيه، ايه السي في بتاع كل مرشح، المرشح ده شغال فين، بيعمل ايه، مدى تواجده في النادي. لان النهارده حضرتك انت في دور يعني ده عمل تطوعي ودور خدم انت بتقدمه، فمهم جدا تواجدك بشكل دائم داخل نادي الزمالك عشان تكون لامس كل المشاكل اللي هو بيواجهها، وتقدر تحل بشكل يعني فعال جدا اي مشكله بتواجه سواء القطاعات المختلفه الرياضيه او الاعضاء او النادي بشكل عام. ده مهم جدا النهارده اللي يكون عضو مجلس الاداره عنده متسع من الوقت على اساس يكون متواجد داخل نادي الزمالك. فان شاء الله يا ربنا يولي من يصلح، وانا على ثقه ان الاعضاء الجمعيه العموميه هيختاروا اللي هو فعلا هيقدر يمثلهم خلال الفتره القادمه يعني.